وانا متاسف يعني. يعني الدكتور كمال عبد الواحد والد عمر كمال عبد الواحد، فعمال يديك السلامات والتحيات وبيقول لولا احمد حسام عوض ما كانش عمر دخل النادي الاهلي. ما سمعتهاش خالص منك، ولا يعني انت من اقرب ناس، دايما بقول ان انت زي ابني يعني. طبعا. فما يعني انت حتى معايا ما بتحكيليش يعني. هل هو نوع من انواع الايثار ولا هي سياسه النادي الاهلي؟ انا شايف ان ده الطبيعي ان انتوا تشتغلوا لصالح النادي الاهلي، مش لازم تتبروزوا ولا الناس تتكلم عنكم. لا، اولا الدكتور كمال اخويا الكبير، نعم. واللي جاب عمر النادي الاهلي هو اسم عمر ومجهود عمر وتعب عمر وموهبه عمر، مش احمد ولا غيره يعني. زي ما قلت حضرتك كابتن، انا مش مطالب ابدا ان انا اكلم الكابتن شوبير في تليفونه اقول له انا كان ليا دور في موضوع عمر او غيره. نعم. مش طبيعه المسؤولين داخل النادي الاهلي. في الاخر انا جزء من منظومه كبيره بتشتغل. في الاخر عمر النهارده على سبيل المثال حضرتك ذكرت يعني، عمر لاعب في النادي الاهلي، لاعب مؤثر جدا جدا في النادي صحيح. الاهلي. مش مهم بقى اما احمد اللي جابه ولا محمد اللي جابه، المهم انه الصفقه تمت، ان الموضوع ماشي بشكل بيبقى همكم انه اللعيب يخلص النادي الاهلي. بالظبط مش بالظبط فارق معاك بقى الناس تقول اسمك ما تقولش اسمك، بالظبط ده بالنسبه بالظبط. لك. وعلى راس المنظومه دي يا كابتن، كابتن الخطيب يعني، صحيح. كم المجهود اللي الراجل ده بيعمله وبيشتغله وما بيقولش، وكم الضغط اللي هو فيه وما بيقولش، لانه بيحب المكان صحيح. ولانه مقتنع انه المكان ده لازم يمشي بالشكل ده، وكلنا بنتعلم ده وبنفهم ده وبنشتغل بنفس الطريقه. فمش مهم ابدا ان مين اللي جاب فلان او علان، لكن المهم ان الصفقه تمت، ان الراجل مؤثر النهارده. لما عرضت عرضت عمر على كولر وافق على طول؟ هو كان من طلباته اصلا. كان من طلباته. انا علاقتي بالدكتور كمال ممتده من وقت ما كنت في اتحاد الكوره، ايوه. وراجل يعني انا على المستوى الشخصي كمان بحترمه كان جدا مدرب في الاهلي. بالظبط. طبعا بحبه وعمر كان جدا، من ناشئين الاهلي. طبعا طبعا بحبه جدا وبحترمه جدا، والعلاقه متصله حتى. فلما كولر طلبه. يعني كان الدكتور كمال تواصل معايا وتواصلت معاه، وكان في شويه حاجات في النص كده يعني، ما بحبش اتكلم ايه اللي حصل، بس في الاخر تاني اللي جاب عمر هو اسم عمر بس ومجهود اللي عمر عرفته يعني. ان عمر كان عمر كعمر في التفاوض كان سهل جدا فعلا جدا يعني، اسهل واحد شفته في حياتي. والله. والله دي حقيقه. وعايز يلعب في الاهلي عاوز خالص. يلعب في الاهلي بس يعني، ولا عمري يعني الحته اللي حصلت معايا، ولا اتكلم الدكتور كمال في حاجه، ولا عمر اتكلم في حاجه ولا مع شيء. انه كان مطلوب من انديه طبعا كتير. طبعا. لا عمر كمال عمر عبد كان الواحد مطلوب زمالك، طبعا مطلوب طبعا بيراميدز، طبعا مطلوب طبعا. مصري، يعني مطلوب انديه كتير. لا وكان يعني مضغوط عليه في انه يروح حاجات تانية بعروض اقوى، لكن هو كان عروض نادي اكبر طبعا. فعلا. دي حقيقة طبعا. ويمكن دي برضه يا كابتن نرجع لحتة انه عمر ده واحد من الناس اللي ما بتتكلمش، ولا ما هو طلع بتكلمش. باع بقى فكرة ان انا ضحيته بخالص. هو فاهم يعني ايه النادي الاهلي، لا هو بيشتغل النادي جميل الاهلي ازاي. هو يعني من ومؤدب الناس ادب المحترمة جدا ومتربي جدا تربية جدا جدا بصراحة. شديدة طبعا الاحترام. طبعا.